السلام عليكم ورحمة الله. في الفيديو ده إن شاء الله هنكمل باقي الاختبارات اللي بدأنا فيها الفيديوهات اللي فاتت. احنا خلصنا اختبار الشد واختبار الضغط واختبار الانحناء. في الفيديو ده هنتكلم عن اختبار القص. في الأول كده خلونا نفهم يعني ايه قص وايه أهميته بالنسبة لي. القص ده تعريفه العلمي إن هو حالة انزلاق جزء الجسم الذي يقع على جانب من مقطع مستعرض معين على باقي الجسم الآخر من ذلك المقطع، ويكون ذلك نتيجة قوة شد أو ضغط أو انحناء أو التواء. ده التعريف بتاعه. يعني إيه بقى التعريف ده؟ عايزين نفهمه عشان نعرف نكتبه أو نحفظه أيا كان. ببساطة، أنا لو عندي جسم بأثر عليه بقوة، في مستويات بتوازي القوة دي. المستويات دي ايه اللي هيحصل فيها؟ اللي هيحصل ان انا نتيجة ان انا بأثر بقوة موازية للمستوى، فالمستوى ده عايز يتحرك، فهتبتدي المستويات دي تتزحلق على بعضها عشان تتحرك، عشان يحصل ال deformation اللي هيحصل بسبب القوة بتاعتي دي. طيب المستويات دي هتتحرك ازاي؟ او لما اتحركت ايه اللي حصل؟ لما اتحركت اتولد لي قوة قص. طب يعني ايه الكلام ده؟ انا عايزه افهم الكلام ده برضه. ازاي يعني المستويات هتتحرك؟ نيجي هنا كده، لو احنا مثلا عندنا كاميرا زي كده وبنأثر عليها بحمل. احنا مش قلنا المرة اللي فاتت في اختبار الانحناء ان انا لما عندي حمل كده بيحصل deformation في الكاميرا، تنزل كده. يعني انا لو عندي دي الكاميرا هلاقي ان هي ايه، نزلت كده، حصل فيها deformation. طب هو الديفورميشن ده حصل بسبب ايه؟ حصل بسبب حاجتين. انا اولا عندي القوة دي هتخلي الكاميرا مش هتبقى بالشكل ده، لا هتخلي الجناب دي تميل، المستويات دي تميل كده، ويحصل كيرف كده فيها. طيب المستويات دي لما تميل هلاقي ان لو انا عندي مستوى هنا كده افقي، مستوى رأسي معلش، ايه اللي هيحصل فيه؟ هلاقي ان هو بعمل كده. طيب ايه كمان؟ هو الجزء ده خط مستقيم زي ده ولا كيرف؟ هو كيرف. طيب هو عشان يبقى فيه مستوى تاني كده، لو قلنا ان هنا فيه مستوى تاني كده، المستوى ده مثلا طوله هيقل؟ لا هو طوله مش هيقل، او هيقل بس بنسبة بسيطة جدا انا مش شايفاها، مش حاساها. طب هيتنقل، هيميل برضو هنا، هيميل ازاي بقى؟ بنفس طوله وعلى الكيرف. هو الكيرف كل ما ده بينزل لتحت شوية، فهلاقي ان هو بقى مايل، يعني بقى مايل كده جنب ده. بس لو كل المستويات بتاعتي ابتدت تميل على الكيرف من غير ما تتحرك من مكانها، هلاقي ان مثلا الديفورميشن بتاع القمر بدل ما هو المفروض يبقى كده، لا انا هلاقي ان هو كله نازل كده، المستويات كلها واقفه كده. هو ده اللي بيحصل؟ لا مش ده اللي بيحصل طبعا. اللي بيحصل نيجي نرسم بقى كده هنا، يعني بره ان انا يبقى عندي مثلا كيرف كده بتاع القمر، وفي مستوى كان هنا كده وفي مستوى تاني كان جنبه كده. المستويات دي بقى عايزة تتنقل هنا، فهلاقي ان في واحد جه هنا كده والتاني نزل تحتيه شوية. طب هو نزل تحتيه بقى ازاي؟ نزل تحتيه بان هو اتزحلق عليه، فيحصل اتحرك كده لتحت، فحصل ما بينهم هنا كده ان ده يعني بالعربي كده ده اتزحلق على ده. هو ده الانزلاق اللي بيحصل، وهو ده بالظبط القصة. ان انا المستويات بتاعتي بيبتدي يحصل ما بينها انزلاق. اول ما يحصل انزلاق بين المستويات هيبقى عندي قوة قص. الانزلاق قوة القص مش شرط تيجي بسبب ان انا المستويات بتاعتي بتتحرك. انا لو عندي جسم وحطاه على ترابيزة وبزقه وانا مثبته على الترابيزة، فبين الجسم والترابيزة بيحصل قوة قص، في مقاومة. الاحتكاك اللي بيحصل ده دي مقاومة القص بتاعتي، ان انا بحرك مستويين على بعض. الجسم نفسه لو انا ثبت جزء منه، او لو انا الاحتكاك مع الترابيزه كان عالي قوي وانا بزق من فوق،
هيحصل ان المستويات بتاعة الجسم هتبتدي تتحرك على بعضها، عشان هو من تحت مش عارف يتحرك ومن فوق انا بزق، فيحصل في deformation. كل الحالات دي حالات قص، ان انا بيحصل عندي مستويين بيبتدوا يتحركوا على بعض بسبب وجود قوة بتوازي المستويين دول، ده القص. طب انا عندي حالات القص ايه؟ أنا عندي 3 حالات للقص، يا اما قص مباشر ده اللي بيجيلي من الشد او الضغط، يا اما قص انحناء ده اللي بيجيلي قلنا لما بنبقى عندنا انحناء على بنعمل قوة انحناء، يا اما قص التواء. ايه الالتواء؟ لو انا عندي عينة بالمنظر ده، سواء مقطع دائري او مقطع ايه هو يعني ايا كان شكل المقطع ازاي، وابتديت الفها، انا يعني بلف العينة كده، ايه اللي هيحصل؟ العينة دي عشان تلف ايه اللي هيحصل؟ هل هتلف المستويات بتاعتها زي ما هي ثابتة؟ لا، المستويات بتاعتها دي هتبتدي هي كمان تلف، فانا عندي المستويات دي بتتحرك على بعضها، ده برضه هيجيب لي قص. القص اللي بيجيلي من الشد او الضغط بيبقى في حالة ان انا عندي شد او ضغط مش بيمر في السنتر، او من الاتنين يعني الشد من ناحيتين كده بينهم مسافة، يعني الشد ده كده بين وبين ده في مسافة، ايا كانت المسافة دي كام، بس هو في بينهم مسافة، من الاتنين مش على خط واحد، فده بيجيب لي قص برضه. بيجيب لي قص ليه؟ لان انا عندي الجزء ده كده اللي هو الوصله اللي بين الاتنين، فيها مستوى بيتحرك كده وتحتها مستوى بيتحرك كده، فده يولد لي قوه قص هنا، يتولد لي مقاومه قص عشان تقاوم الحركه دي. ده ببساطه يعني ايه قص وبلاقيه فين. طب ايه اهميته بقى؟ أهمية القص بتتمثل في إن أنا عندي مواد ضعيفة في قوة القص، لما باجي أأثر عليها مثلا بقوة شد أو قوة ضغط ألاقي إن هي اتكسرت على القص أصلا مش على الشد ولا الضغط. زي مثلا لما جينا في اختبار الشد قلنا المعادن المطيلة ممكن يعني الانهيار فيها بيبتدي إزاي؟ بيبتدي أول حاجة بسبب الشد، الوزيعات بتبتدي تتفصل من بعضها، وبعد كده بسبب القص. فأنا عندي كان داخل معايا في الانهيار ايه؟ قوة القص. اما جينا في المواد القاصفة في الضغط قلنا المواد القاصفة بتتكسر بسبب ايه؟ بتتكسر بسبب قوة القص، قلنا ان هي بتتكسر بحاجة اسمها قوة قص خالص، انا بضغط والاقي العينة بتاعتي اتكسرت على مستوى 45، ده اسمه انهيار قص. فانا ايه اهمية القص بالنسبة لي؟ ان مقاومة المادة للقص هي اللي بتتحكم في مقاومة المواد المطيلة لمقاومة الشد، ومقاومة المواد القاصفة لقوة الضغط. تمام. تاني حاجة في اهمية القص بالنسبة لي، انا لو عندي اي منشأ فيه وصلة، مسمار او لحام او ايا كان، اي مكنة، اي منشأ ستيل، اي كوبري، كل الكلام ده الحاجات دي كلها فيها وصلات. طيب احنا قلنا الوصلات بقى عندي شد او ضغط مش على نفس الخط، ايه اللي هيحصل؟ هيجي لي قص، فانا لازم اتاكد ان الوصله بتاعتي دي هتتحمل قوه القص اللي جاي عليه وهتقاومها مش هتتكسر. تمام كده، يبقى احنا عندنا القص، فهمنا يعني ايه وعرفنا اهميته ايه. نبتدي بقى نشوف كل حالة كده من حالات القص ايه هم. احنا قلنا اول حاجة عندنا القص المباشر. يعني ايه قص مباشر؟ يعني القص اللي بيجيلي من قوة شد او ضغط. ببساطة لما قلنا عندنا كده 2 بليت بنشدهم، فانا كده عندي ده اصلا قوة شد نتج عنها قوة قص هنا، هي دي القص المباشر، هو ده تعريف القص المباشر، ان انا عندي قوة شد او قوة ضغط نتج عنها قص مقاومة قص. انا عندي كده الكروس سيكشن بتاع الحتة دي اهو، هلاقي ان البي دي جابت لي هنا شيف. طيب في حاجة بقى اسمها القص الخالص
ده بيبقى نادر عمليا، يعني قليل قوي لما بلاقيه، او نادرا يعني مش قليل. بيبقى عبارة عن ايه؟ ان انا عندي القوة بتاعتي دي على خط واحد، في مستويات كده في النص، واخدنا سيكشن ان ان كده، المستويات دي عليها قص، مستويات اللي هي 45، تمام؟ ده نادرا جدا لما بلاقيه. تاني حاجة، ده بالنسبة للقص المباشر. ايه هو؟ فهمنا ايه هو القص المباشر؟ بقى فيه منه 3 انواع او 3 حالات. اول حاجة القص المفرد، ان انا يبقى عندي 2 بليت وفي مستوى واحد ما بينهم هو اللي بيقاوم القص ده. احنا قلنا هنا ان انا عندي المستوى ده لوحده بيقاوم القوة دي والقوة دي، فهو مستوى واحد مفيش غيره. او عندي حاجة بقى اللي هو القص المزدوج، لو انا عندي بليت تالتة هنا او بليت رابعة او ايا كان، لو عندي مثلا 3 بليتس هنا والمسمار هو رابط بينهم، بقى عندي كام مستوى بيقاوم القص؟ خلينا نشوف احنا عندنا كام قوة. عندنا قوة اهي، وفي قوة تانية اهي، وفي واحدة تالتة اهي. طيب بين دي ودي، القوتين دول، في مستوى بيقاوم القص؟ اه في مستوى اهو ده. طيب بين دي ودي، في بينهم مستوى بيقاوم القص؟ اه اهو في واحد اهو. يبقى انا كده عندي كام مستوى بيقاوم القص؟ عندي مستويين، ده احنا بنسميه الدبل شيل، ان انا عندي مقطعين من الجسم بيقاوموا تأثير القص. طيب هنحسب لا نحسب لهم بقى المقاومة ازاي؟ القص المفرد والقص المزدوج، ببساطة هي أي مقاومة، أي مقاومة في الدنيا هي الحمل على المساحة، المساحة اللي بتقاوم الحمل ده. طيب أنا عندي الحمل بي هنا، المساحة ايه؟ هي مساحة الدايرة بتاعة المسمار ده، مساحة الدايرة هي باي دي سكوير على 4، فالكيو هتبقى بي على الاريا اللي هي بتساوي باي دي سكوير على 4. هنا احنا قلنا برضو المقاومة بتاعتي اللود على الاريا، في كام مقطع بيقاوم؟ في مقطعين، يبقى في كام اريا؟ يبقى في اريتين، فتبقى الكيو بتاعتي بتساوي البي على 2 في الاريا. ده اختبار القص المفرد واختبار القص المزدوج، الدبل شير والسنجل شير. بتبقى ده شكل المكنة بتاعتي، وبيحصل الكسر هنا كده في القص المفرد، وهنا في الدبل شير. الكروس سكشن ده يبقى ده شكله بعد الكسر، بلاقي ان في حتة عندي خشنة جدا وسودة قوي، وحتة تانية ناعمة لونها فاتح مش غامق، بتبقى بتلمع. هو ده انهيار القص عموما، يبقى ده شكله. بعد كده عندنا تالت نوع في القص المباشر، هو القص الثاقب. ايه القص الثاقب؟ لما اجيب بليت وابتدي اضغط عليها لغاية ما اعمل فيها ثقب، هو ده القص الثاقب، اللي هو الجسم بتاعي بيتعرض للقص لما اجي اعمل فيه ثقب بتأثير قوة الضغط. طيب انا هنا القص بتاعي فين؟ القص بتاعي هنا في الحتت دي، مش انا لما بنزل بده هنا، كان الاول ده جزء من العينة بتاعتي عادي، بدأت اضغط 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 لغاية ما الجزء ده انفصل. طب هو الجزء ده لما قبل ما ينفصل كان بيعمل ايه؟ كانت المستويات بتاعته عمالة تحتك هنا جامد وتحتك هنا جامد، بتتزحلق عليهم، فهو القصد بتاعي بيبقى هنا. طيب مقاومة القصد هنا بإيه؟ ده القانون بتاعنا بتاع مقاومة القصد، بي على باي دي في تي. ايه باي دي في تي ده؟ هو انتي مش قلتي ان هي البي على الاريا؟ او ما هي باي دي في تي، هي دي الاريا. في خطأ شائع جدا عند الناس ان هي بتفهم ان مش هو ده الاريا اللي انا بعمل عليها، تبقى هي دي
الجزء ده كده، هي دي الكروس سكشن بتاعي. لا هو مش دي الكروس سكشن، انا بقصر بالحمل هنا، بس كور القصر بتاعتي ما جاتش هنا، كور القصر جت هنا، جت في الجناب، فاللي هو الداير اللي بره ده، ده اللي كان عليه كور قصر. فده ببساطة ايه المساحة بتاعته، هو الدي اللي هي القطر في السكنس في الباي، طول الداير اللي بره في التكنس بتاعه، بس هو ده هي دي الكيو. طيب نشوف كده مثال على القوة القص المباشر. وبيقول لي عندي وصلة فيها مسامير معرضة لقص مضرب، والحمل اللي بيأثر عليهم كان 45 طن، الحمل اللي بيأثر على الشدات 45 طن. احسب عدد المسامير اللي لازم احطها في الوصلة دي. قطر المسمار الواحد 16 ملي، ومقاومة القص 2 طن للسنتيمتر سكوير، عندي معامل أمان ب2. طيب بالراحة كده، أنا عندي مسامير متعرضة لقص مزدوج دبل شيف، تمام. الحمل اللي بيأثر عليها 45 طن، ماشي. ايه كمان المسامير بتاعتي، انا عايز اعرف عددها كام. قطرها 16 ملي، طلع جيفن سول ما انت بتبقى المسألة. مقاومة القص ب2 طن، دي الكيو، يعني أنا عندي الكيو ب2، وعندي الدي ب16، والبي ب45. ببساطة هرجع أعوض في القانون بتاعي، احنا قلنا القانون ايه، أنا عندي دبل شيء، يبقى القانون بتاعي ايه، كيو بتساوي الكيو اللي هي الشير بتساوي البي على الاري، ده القانون الأساسي اللي احنا بنشتغل بيه، تمام. دبل شير احنا قلنا في الدبل بنضرب في 2، طب لو انا عندي اكتر من مستوى هضرب في ام، ام ده عدد المستويات. لو عندي قص مفرد هتبقى الام ب1، عندي قص مزدوج هتبقى الام ب2، عندي اربع بليدز، هلاقي المستويات بتاعتي بقت ب3، عندي 7 بليدز هلاقي المستويات بتاعتي بقت 6، وهكذا. طيب ايه ال ان بقى، عدد المسامير. هو احنا مش قلنا بنقسم على الاريا، فالاريا بتاعت لما كان عندي مسمار واحد فكنت بقسم على واحد، اريا واحدة، لكن انا عندي كذا مسمار فهقسم على ان مسمار عدد المسامير بتاعتي في الاريا بتاعتها. فبقى ده القانون العام اللي انا بشتغل بيه، الكيو بتساوي البي او الكيو كابيتال على الان في ايه في ام، تمام. هاجي بقى ايه نعوض باللي عندنا، احنا عندنا ايه، عندنا كيو، تخلي بالك ان هو قالك عندك معامل امان ب2، فانا لازم اقسم الكيو دي على 2، فاحط اللي هي كيو 2 على 2. عندك الكيو كابيتال، اه عندي كيو كابيتال ب45. طب بعد كده الان، عدد المسامير دي انا عايزاها، دي اللي انا عايزه احسبها. طب الاريا بتاعت المسمار هعرف احسبها، الاريا بتاعت المسمار الكروس سكشن بتاعه، الكروس سكشن بتاعه دايرة، فهتبقى باي في دي سكوير على 4، هي 16 ملي، فبقت 1.6 سنتي على 4 سكوير. حل المعادلة دي أو احسب ال n بكام، هتلاقي إن ال n طلعت لك 11.2. طب 11.2، هو أنا عندي حاجة اسمها 11.2 مسمار؟ لأ، هو يا 11 يا 12 يا 10، هي كده. في الحاجات اللي زي دي، المقاومات بالذات، سواء بقى في مسامير، سواء في عدد السياخ، ايه تاني ممكن يبقى عندنا، اي حاجة ليها علاقة بالديزاين عموما، هو بيقولك احسب عدد حاجة هحطها. احنا ما بناخدش الرقم الاقل، احنا دايما بناخد الرقم الاكبر. يعني انا عندي 11.2 مسمار هيشيلوا ال2 طن دول، لو انا قللت المسامير مش هتشيل، هيحصل فيه كسر، فده انا اكتر، فهتبقى المسامير بتاعتي 12 مسمار، تمام كده. ده بالنسبة للقص المباشر. تاني حاجة بقى، قص الانحناء. قص الانحناء ده احنا ذكرناه كده بسرعة في الاختبار الانحنائي، ان احنا قلنا لو عندنا كاميرا بنحملها بحمل واحد في نص الكاميرا، هيبقى عندي في قص، هيبقى في شير على طول الكاميرا، هيبقى عندي نقطة واحدة بس هي اللي فيها الشير بتاعي بزيرو،
لكن باقي القمم عليها شيف. فبنقول ان تعريف قص الانحناء هو ايه؟ هو القمم لما بتتحمل بأحمال بتسبب فيها انحناء، اي مقطع من مقاطع القمم دي بيكون متعرض لتأثير عزم انحناء M وقوة قص Q. تمام، يعني انا لو عندي القمم اهي حملتها ب B، خدت اي سيكشن هنا M M، اي سيكشن في اي حتة هلاقي ان هو عليه Q. لو خدت سيكشن هنا هلاقي ان هو عليه Q برضه، وفي نقطة واحدة بس اللي بزيرو، لكن على منها وشمالها في قيمة على طول، وعليه برضه مومنت. طيب بنحسب بقى إجهادات القص اللي ناتجة اللي جاية من الانحناء ازاي؟ بنحسبها من القانون ده، كيو بتساوي كيو كابيتال في اس على اي اكس في بي. ايه الكيو كابيتال والاس والاي اكس والبي؟ كيو كابيتال دي اللي هو الشيب بتاعي، اللي هو الحمل اللي عندي. الاس دي حاجة اسمها first moment of inertia، هنعرف قدام ايه دي بنحسبها ازاي. الاي اكس اللي هي المومنت اوف انرشيا بتاعتي اللي انا بعرف احسبه عادي، والبي دي عرض القطاع. طيب احنا عندنا بس قبل ما نقلب على حاجة تانية، قص الانحناء، اختبار قص الانحناء هو مش المواصفات ما بتنصش عليه، وانا ما بعملوش عادة الا لما يعني في حالات نادرة، لما تبقى انا عايزة اعرف مقاومة القص في الانحناء بكام. تمام، بعد القص المباشر المواصفات ما بتنصش عليه غير لما تبقى عندي المعادن هحطها كمسامير او اداة وصل، غير كده انا ما بعملش اختبار قص مباشر او قص انحناء، لان انا اوريدي بقى اجيب الخواص كلها من اختبار الشد واختبار الضغط. ولو انا لقيت ان الكسر في اختبار الشد بسبب القص، فانا كده عرفت ان المقاومة بتاعة المعدن بتاعي دي ضعيفة في القص. يعني مثلا المعادن المطيلة هي تقريبا مقاومة القص بتاعتها 8/10 من مقاومة الشد. انا عارفة ان المعادن المطيلة دي مقاومتها للقص ضعيفة، فهي بتبقى تقريبا 8/10 من مقاومة الشد. المعادن القاصفة مقاومتها للقص أكبر من مقاومتها للشد، فبلاقي إن هي تقريبا من 1 لـ1.3 من مقاومة الشد. تمام، نرجع بقى إيه نشوف القص الانحناء بتاعنا. الإجهادات بقى بنحسبها إزاي؟ ده القانون قص الانحناء. أنا لو عندي أي قمرة كده وده الكروس سيكشن بتاعها، عايز أحسب عند نقطة A، نقطة واحد على المقطع AA، فهتبقى ال Q دي اللي هي ال Q capital في ال S واحد في ال I X في ال P واحد. ال Q دي ال shear force اللي أنا عايزة اللي بتأثر هنا، ال I دي قلنا هي ال moment of inertia، ال P هي العرض بتاعي، وال S هي ال first moment of inertia. ال S دي بتساوي summation ال A في ال Y bar. ايه ال A و ايه ال Y bar؟ ال A دي ال cross section، ال area بتاعة ال cross section بتاعي. انا عندي مثلا ال section اهو، فال area بتاعة ال cross section ده. ال Y bar دي المسافة بين ال CG بتاعي وال CG بتاع ال section اللي فيه النقطة دي. يعني ايه الكلام ده؟ تعالوا نشوف يعني ايه الكلام ده. انا لو عندي مثال كده، ده كروس سكشن مستطيل، وعايز احسب ال اجهاد القص مقاومة القص عند نقطة هنا. تمام، فجينا مثلا عايز احسب عند ال ST ده المستوى ده، قلنا ان القانون كيو اس كيو في اس على اي اكس في بي. ال بي دي عارفينها، عرض القطاع. ال Q given هو هيديهاني، ماشي. ال I X هحسبها، هنعرف نحسبها. ال I X بتاعت الشكل ده ايه؟ ال I X بتاعت أي شكل منتظم زي كده هي الموازي في العمودي تكعيب على 12. فلو أنا عايزة أحسب ال I X، فالموازي ال I X ال P
في العمودي اللي هو الدي تكعيب على الاتناشر. لو انا بحسب الاي واي هلاقي ان هي برضه الموازي اللي هي الدي في البي تكعيب على الاتناشر. تمام. الاس بقى قلنا الاس هي summation الاريا في الواي بار، فالخط ده عايز احسب عنده، فبنيجي من عنده ونروح يعني من عند النقطة اللي انا عايز احسب عنها وارسم خط كده واخد الاريا اللي فوقيه او اللي تحتيه. يعني ايه اخد الاريا اللي فوقيه او اللي تحتيه؟ باجي كده هو انا عايز احسب هنا، عايز اجيب الاس للجزء ده، فاجي اقول ايه، انا هحسب الاس دي هي اسمها first moment of inertia. تمام. فهروح واخدة كده الخط ده بيقسم لي الشكل بتاعي كم مساحة، بيقسمها لي مساحتين، جزء اللي فوق وجزء اللي تحت. فانا هقول يا اما هشتغل على الجزء اللي فوق يا اما هشتغل على الجزء اللي تحت. طبعا هنا بما ان احنا فوق اصلا فهنشتغل على الجزء اللي فوق. تمام. إيه قلنا ال S summation ال area، عندي فين في كام area فوق هنا؟ هي في area واحدة هي ال B في الحتة دي. الحتة دي بتساوي ايه؟ هو ده كله ال D. تمام. ده دي على الاتنين. احنا قلنا المرة اللي فاتت في الانحناء ال Y هي المسافة ما بين ال CG والنقطة اللي انا عايز احسب عندها، فالحتة دي ب Y من هنا لحد هنا ب Y، وهنا ده ديت كلها دي على الاتنين ودي واي، فبقت دي على الاتنين ناقص واي. تمام كده. بعدين فبقت المساحة بتاعتي البي في الدي على الاتنين ناقص واي، الحتة دي كده المساحة. طب والسميشن الواي بار بقى، الواي بار هي المسافة من السي جي بتاع المساحة دي للسي جي بتاع الشكل كله. السي جي بتاعت المساحة دي فين؟ السي جي بتاع المساحة دي هنا كده تقريبا، هو فوق شوية. طيب المسافة دي بقى قد ايه؟ تبقى المسافة دي واي زائد دي على الاتنين ناقص واي على الاتنين، مش دي المستطيل ده المساحة السي جي بتاعه فين؟ في نص المسافة دي اللي هي دي على الاتنين ناقص واي. فلان الاس بتاعتي هي المساحة البي في الدي على الاتنين ناقص واي في الواي بار اللي هي واي زائد واي دي زائد نص دي على الاتنين ناقص واي. تمام كده. فنقول كده تاني، الاس هي summation الاي في الواي بار. الاريا عرفنا بنحسبها ازاي، بنيجي من عند النقطة اللي احنا عايزين نحسب عندها او المستوى اللي احنا عايزين نحسب عنده، نشد خط مستقيم هيقسم لي الشكل بتاعي جزئين، ياخد الجزء اللي فوق ياخد الجزء اللي تحت. لو خدت الجزء اللي فوق بحسب له المساحة بتاعته واضربها في بعد ال سي جي بتاعه عن ال سي جي بتاع الشكل. تمام كده. دايما خلينا في المساحة الأسهل، يعني أنا لو عندي تي سيكشن مثلا، مش مثلث زي ده، تي سيكشن وخدت النقطة بتاعتي مثلا تحت الفلانجة، مجيش اقول انا اخد المساحه اللي فوق، انا عندي المساحه اللي فوق بقى عندي فلانجه وفي حته يعني مساحتين فوق، لا خليني في المساحه اللي تحت دي مستطيل بس هعرف اجيب السي جي بتاعها. ف نخلي المسائل دي عموما يعني ما بيجيش اشكال معقده، دايما بتبقى اشكال سهله زي دي. طيب دي كده الاس حسبناه والاي اكس حسبناه. الاس بقى الكيو بقى نحسبها بايه؟ تبقى بإيه؟ ال Q هنا هنضرب بقى ال S في ال Q الكابيتال على ال IX في ال B. هي IX في B بإيه أصلا؟ هتبقى B square B square في D تكعيب على الاتناشر. تمام. ال S لما نيجي نضربها هتبقى B في D سكوير على التمانية في القوس ده كله. اقسم ال S كده على ال IX هتلاقي ان في B تروح مع ال B، ال سكوير ال D سكوير دي تروح مع التكعيب وهيتبقى D. تمانية على الاتناشر دي هتبقى
اتنين على التلاتة، تمام؟ فدي الاس على الـ على الاي، فهتبقى تلاتة على الاتنين، تلاتة تطلع فوق، تلاتة على الاتنين في كيو. هتبقى عندي ايه؟ تبقى هنا البي في الدي اللي هي الابيو تحت في القوس الكبير ده، تمام؟ لو احنا بقى بنقول عند ده يعني القانون ده لأي نقطة، هي كيو بتساوي تلاتة على الاتنين في كيو على اريا في القوس ده كله، تمام؟ لو انا عايز احسب بقى عند اول نقطة، احنا عادة بنحسب فين؟ احنا عادة بنحسب عند اول نقطة، اخر نقطة، عند ال سي جي، عند اماكن تغير القطاع. هنا ما عنديش اماكن تغير القطاع، القطاع كله حاجة واحدة، فبحسب عند اول نقطة واخر نقطة والسي جي. عند اول نقطة واخر نقطة بزيرو، تمام؟ ليه بزيرو؟ هنا الاريا بايه؟ الاريا بزيرو. الواي بايه؟ هتبقى بالواي كلها. طيب الدي بزيرو. طيب بقى عندي ايه؟ خلاص ما هي كلها بزيرو. عند السي جي الواي بزيرو، فبقت القوس ده كله، ده كده كله بزيرو، فبقى القوس ده بواحد، يبقى تلاتة على الاتنين في كيو على اريا في واحد، تمام؟ ممكن نحفظ هو القانون ده بس نشتغل بيه بقى، مش لازم نحفظ الحالات الخاصة. وده ده سهل يعني، اللي هو الكيو ماكسيمم بتساوي 1.5 كيو على ايه، تمام؟ ده لو عندنا مقطع مستطيل. طب لو مقطع دائري، نفس الفكرة بنفس الحسابات، هنلاقي نيجي ناخد كده برضو سيكشن كده في أي حتة ونحسب نفس الليلة، نحسب الاس ونحسب الاي اكس ونحسب البي وكل الكلام ده، هنلاقي في الآخر ان الكيو ماكسيمم طلعت بتلاتة على بأربعة على تلاتة كيو على ايه عند برضو السي جي، تمام؟ التوزيع الإجهاد بيبقى هنا كده على شكل قطع مكافئ، هنا برضو كان على شكل قطع مكافئ، بنوصل الإجهادات دي بكيرف مش بخط مستقيم، دايما عند بداية ونهاية القطاع تبقى بزيرو. عند السي جي ده أكبر قيمة، فاحنا بنحفظ القانون عند السي جي بكام لكل شكل والقانون العام. لو عندنا بقى قطاع متغير، احنا قلنا لو عندنا قطاع شكله مش متغير زي مثلا شكل منتظم بيحسب في الأول وفي الآخر وعند السي جي، لو عندنا قطاع متغير بنحسب في أول نقطة وآخر نقطة وعند أماكن تغير القطاع وعند السي جي. فلاقي إن أنا هنا بحسب عند نقطة واحد ونقطة اتنين في الآخر هنا، وعند نقطة أربعة اللي هي هنا، وعند نقطة تلاتة اللي هي السي جي هنا. ده لو الاي سيكشن. لو التي سيكشن نفس الفكرة، ده شكل التوزيع الاجهادات. يعني خليكم عارفين توزيع الاجهادات شكله بيبقى عامل ازاي، تمام؟ دايما هنا بنحسب عند نقطتين، نقطة قبل وبعد، تمام؟ فاحنا بنحسب عند اول نقطة بزيرو، نيجي قبل التغير لما البي بتاعتي بالبي الكبيرة، وبعد التغير لما بقى عندي البي الصغير عشان اجيب الحتة دي. يعني الاتنين دول على نفس الخط، هي نفس الفكرة، بحسب قبل وبعد، قبل لما في البي الصغيرة وبعد في البي الكبيرة، وأوصلهم بالشكل ده، تمام؟ فبنقول بيتم حساب الإجهادات عند نقط بداية ونهاية القطاع، عند مركز الثقل، عند نقطة التغيير المفاجئ في العرض. ده كده بالنسبة لقص الانحناء. نيجي بقى لقص الالتواء. احنا قلنا في الأول ايه هو الالتواء؟ هو ان انا عندي الجسم بتاعي بلفه، فالمستويات بتاعته بتبتدي تنزلق على بعضها. تعريف الالتواء ايه؟ هو انزلاق المقطع المستعرض للجسم على المقطع الذي يجاوره حول المحور الطولي العمودي على كل من المقطعين، وليس انزلاق المقطعين على بعضهما في اتجاه رأسي او افقي. عايزين نبسط التعريف ده عشان نعرف نحفظه. ببساطة هو احنا قلنا اول حاجة
ان انا عندي مستويات بتلف على بعضها، فيبقى هو انزلاق المقطع المستعرض للجسم. على المقطع اللي بيجاوبه بيلف حوالين ايه بقى؟ بيلف حوالين المحور الطولي اللي هو ده المحور الطولي. فانا عندي هو بيلف كده حواليه، مقاطع بتلف على بعضها حوالين المحور الطولي العمودي عليهم هما الاثنين، تمام، ومش انزلاقهم على بعضهم في اتجاه رأسي او افق. في القص المباشر كانوا المقاطع بيحصل بينها انزلاق، سواء في المستوى في يعني في اتجاه الافقي او اتجاه الرأسي على بعضهم. لو الانزلاق بقى في اتجاه افقي او رأسي يبقى كده ده انزلاق، يبقى ده قص مباشر. لما بيبقى على عمودي على حوالين المحور الطولي للشكل يبقى ده كده التواء. نحسب بقى إجهادات القص الالتواء دي ازاي؟ القانون بتاعنا، القانون العام، بيقول ال Q على ال R بتساوي ال MT على ال G على ال J في ال G على في سيتا على ال L. ده القانون العام، تمام. عايزين نعرف بقى كل حاجة في القانون ده ايه. ال Q ده قص الالتواء اللي احنا بنحسبه، ال MT ده عزم الالتواء، المومنت اللي بيلف بيه ال MT، الجي ده اسمه عزم الكسور الذاتي للمقطع. ايه ده؟ انا لو عندي مقطع دائري وبعمله التواء، فانا هو المقطع ده ليه عزم كسور ذاتي حوالين الاكس والواي. في حاجة بقى اسمها البولر، الاي بولر ده مجموع الاتنين، اي بولر ده مجموع الاكس والواي، الاي اكس والاي واي. بنحسبه ازاي؟ ال J دوت بيساوي ال باي دي أس 4 على 32. نجيب منين القانون ده؟ مش هو أصلا ال I X أو ال I Y بتساوي باي دي أس 4 على ال 64، فاحنا ضربنا في 2 فبقت 32. بعد كده ال G دي معايير الجزاء. ايه معايير الجزاء؟ اللي هو معايير المونة في القص بدل ال E. احنا كان عندنا في الانحناء وفي الشد والضغط اي، في قص الالتواء عندنا اللي هو الجي ده اسمه معايير الجزاء. بعد كده سيتا زاوية الدوران، الزاوية المقطع بتاعي ده هيلفها. ال ال ده طول العينة، ال ار بعد النقطة عن مركز العينة بتاعتي. طيب بنحسب بقى الإجهادات ازاي؟ بنحسبها من المعادلة دي. المعادلة دي جبناها من المعادلة اللي هو القانون العام، ال Q بتساوي ال MFT على ال J في ال R. ده القانون الأساسي بتاعي. لما أجي مثلا على الشكل ده، أكبر إجهاد أنا ال MT ده ثابت على المقطع كله، المقطع كله بلفه بمومنت واحد. ال J ده برضه ثابت للمقطع ما بيتغيرش. فإيه اللي بيتغير عندي؟ اللي بيتغير ال R. كل ما ال R تزيد كل ما الكيو هتزيد. ففين اكبر ار؟ انا بقول الار دي البعد من المركز. اكبر ار هي القطر، نص القطر، هنا هنا هنا، هي الجزء اللي بره ده كله. فاكبر ار عندي هي نص القطر. فبقول ان الكيو ماكسيمم هي ال ام اف تي في ال دي على الاتنين، اللي هي نص القطر في الار، وهنا ال J اللي هي باي دي أس 4 ل 32. من هنا طبعا احنا مش يعني القانون ده جه من هنا، ان انا فكيت كل حاجة باللي بتساويه. فبقول بقى ان في اخر كيو ماكسيمم هي بالقانون ده 16 ام تي على باي في دي أس 3. يعني انتوا بقى طيرت دي من هنا مع دي من هنا و32 على 2 ب 16، وظبطت القانون. احنا قلنا ان اكبر ار بره اللي هي نص القطر، فبالتالي أصغر كيو هتبقى هي عند السنتر. أكبر كيو بره وأصغر كيو عند السنتر. فلما أجي أعمل توزيع الإجهادات هلاقي بالشكل ده، أكبر كيو عندي هنا وهنا بزيرو، بنوصل خط مستقيم مش كيرف. طيب ده لو عندي العينة بتاعتي مصمطة،
طب لو العينة بتاعتي مجوفة رنج كده، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيتغير عندي مش هيتغير حاجة، انا هقعد في نفس القانون، بس بدل ما كنت بحط دي في المقام هحط الدي واحد ناقص الدي اتنين الكيو ماكسيمم. طب احنا كنا بندور في ابعد يعني ابعد نقطة عن السنتر، هحط انه دي، هحط دي واحد، مش هي دي واحد هي دي ابعد نقطة عن السنتر، فهتبقى الكيو ماكسيمم بتاعتي الام تي في اللي هو الجي باي في دي واحد أس أربعة ناقص دي اتنين أس أربعة على 32 في الدي واحد على الاتنين اللي هو البعد ده. طيب دي كيو ماكسيمم للشكل كله، كيو ماكسيمم للشكل الأولاني واحد بقى وكيو ماكسيمم اتنين. ايه كيو ماكسيمم واحد وكيو ماكسيمم اتنين؟ كيو ماكسيمم اللي هي هنا بره وكيو ماكسيمم جوه، عشان انا عندي الشكل مفتوح من ناحيتين فبقى عندي اتنين كيو ماكسيمم. كيو ماكسيمم واحد هتبقى اللي هي نفس دي، نفس القانون ده، ان 16 ام تي في دي واحد على الباي في دي واحد اس 4 ناقص دي 2 اس 4. كيو ماكسيمم 2 ابعد نقطة بقت فين؟ بقت هنا، فهقسم على ال دي 2 يعني هتبقى دي 2 بدل دي واحد. طيب احنا في هناك كنا بنعمل توزيع الاجهادات ازاي؟ كنا بنقول اكبر نقطة هنا واصغر نقطة هنا. طب هو انا هنا عندي حاجة اصلا؟ انا هنا عندي هوا، ما عنديش حاجة. طب هنوصلها ازاي؟ نحسب كيو ماكسيمم واحد وكيو ماكسيمم اتنين ونحطهم. طب وهنقف كده ولا هنكمل؟ هنكمل بس خط دوتت كده، خط الدوتت ده هيديني اندكس كده ان هنا مفيش حاجة، هنا في هوا. ممكن تكمل تقف كده يعني تيجي هنا كده وبزيرو، بس هو كان بالاتفاق يعني بتوع الماتيريال كلهم اتفقوا ان احنا هنكمل الخط ونعمله دوتت، ده هيديني اندكس ان هنا في فراغ مفيش حاجة. بعد كده بقى الاختبار نفسه، اختبار الالتواء هو من الاختبارات بتنص عليه المواصفات، بعمله عشان اعرف منه مقاومة القص للمادة بتاعتي. تمام، عينة الاختبار الأول بتبقى ده شكلها، هو مفيش مواصفات، المواصفات مش محددة شكل العينة يبقى ايه بالظبط، بس المتعارف عليه ان ده بيبقى شكل العينة. اغلب العينات بتاخد الشكل ده، ان انا عندي العينة بتتشكل بالمنظر ده، القطر ده لازم يبقى اللي بره لازم يبقى اكبر من اللي جوه عشان اضمن ان ما يحصليش كسر هنا، لازم يبقى فيه في العينة كده فراغ عشان اعرف احط فيه الكلبشات بتاعة المكنة عشان ما تفلتش مني. انا لو حطيتها كده مفيهاش فراغ، حطيتها من بره وابتديت الف، ممكن هي تلف، العينة تلف معايا ما تبقاش متثبتة، فلازم اعمل فيها فراغ كده عشان اثبتها في المكنة. وابتدي الف العينة واخد قرايات بين الحمل المومنت اللي انا حطاه وزاوية الدبران، وارسم بقى الكيرف بتاعي بين الام تي والثيتا، ده للميلد ستيل الصلب الطري، والقسط ايضا هو الحديد الزهر. برضو باخد من على الكيرف ده الام تي ماكسيمم والام تي بروبورشن ليميت والثيتا ماكسيمم والثيتا بروبورشن ليميت. بعدين بقى نبتدي نحسب الخواص بتاعتنا. الخواص اللي احنا بناخدها من الالتواء ايه؟ من اختبار الالتواء بناخد مقاومة مرنة، مقاومة قصوى، بناخد رجوعية، بناخد صلابة، ومنطولية. طيب نبتدي الأول حاجة مقاومة القص. احنا قلنا ان مقاومة القص هي الإجهاد القص بتاعي اللي هو الكيو بيتساوي 16 ام تي على باي دي اس 3. في المقاومة المرنة بعوض بالبروبورشن ليميت، الام تي بروبورشن ليميت، فبيطلع لي كيو بروبورشن ليميت. تمام، المقاومة القصوى انا مش عارف اجيبها بمعادلات وحسابات رياضية، فجبناها منين؟ جبناها من تجارب كتير، وابتدينا نحط من التجارب دي قانون، فالقوانين دي قوانين موضوعة من التجارب دي، بناء على التجربة طلعنا القانون. للمعادن المطيلة بدل 16 هنحط 12، فهتبقى كيو
ماكسيمم بتساوي 12 تي ماكسيمم، 12 ام تي ماكسيمم على باي دي تكعيب. المعادن القاصفة الكيو هتساوي 14 ام تي ماكسيمم على باي دي تكعيب. تمام. بعد كده عندي معايب الجساء. معايب الجساء ده بتبقى خاصية لكل مادة زي الاي بالظبط، بدل معايب الميمونة بنحسبه بايه؟ معايب الجساء بيساوي الام تي على الزيتا في ال على الجي. ام تي دي التورشن بتاعي، المومنت اوف تورشن. بعد كده الزيتا دي الزاوية اللي لفها العينة، اللي لفتها العينة. ال L ده طول العينة، وال G اللي قلنا عليه في الأول عزم الكسور الذاتي للعينة بتاعتي. بعد كده المنطولية. المنطولية دي بناخدها بالدكتيلتي اللي هي الزيتا ماكسيمم. لو أنا العينة بتاعتي معدن مطيل هلاقي إن هي هتلف كتير قبل ما تتكسر. معدن القاصفة لأ، هتتكسر على طول مش هتلف كتير، فبناخدها بالتيتا، بنحسب المنطولية بالتيتا هي لفت قد ايه. الرجوعية والمتانة زي ما كنا بنحسبهم في الشد، زي ما هنحسبهم في زي ما حسبناهم في الانحناء، زي ما هنحسبهم هنا في الالتواء. هما برضو المساحة تحت سطح تحت المنحنى. نجيب المنحنى كده تاني. الرجوعية هي المساحة تحت الخط المستقيم، مساحة المنحنى تحت الخط المستقيم اللي هو الجزء المثلث ده، فهتبقى نص ال m proportional limit في ال theta proportional limit على ال volume اللي هو ال a في ال l. طيب دي المساحة، دي البجوعية. المتانة بقى هي بجوعية اهي، ال m r بتساوي نص ال m t proportional limit في theta proportional limit على ال a في ال l. المتانة المساحة تحت المنحنى، فهتبقى m maximum زائد ال m proportion على الاتنين في دلتا سيتا ماكسما اللي هي ال سيتا ماكسما على ال a في ال l. نص ال m torsion proportion limit زائد ال m torsion maximum في سيتا ماكسما على ال a في ال l. دي كده الخواص بتاعتنا. آخر حاجة بقى الانهيار. الانهيار عندي نوعين، المعادن المطيلة دي بتنهار بسبب بتبقى الانهيار بتاعها عمودي على العينة، على محور العينة، بيبقى بسبب القص. لكن في المعادن القاصفة الانهيار بتاعي بيبقى بالمنظر ده، بيبقى شكل كيرف كده بسبب الشد القطبي. ايه الشد القطبي ده؟ انا وانا بلف العينة بتتشد معايا، المعادن القاصفة مبتتحملش الشد، فبيبقى فيه شد كده في القطب لو انا عندي ده كونستكشن، فالقطب بتاعه ده بيبقى فيه شد، ده اللي بيسبب لي الكسر في المعدن القاصف. فدي ده شكل الانهيار في الحالتين. دي كده احنا خلصنا اختبار القص. اتمنى تكونوا فهمتوا. الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم عن اختبار الكلال، وبعد كده هنتكلم عن اختبار الصدر. السلام عليكم ورحمة الله.